بطبيعة الحال لأنه ما خلفته أو ما خلفه الاحتلال من تدهور للمؤسسات الأمنية كنتيجة طبيعية، يوجد هذا الخلل في المؤسسات الأمنية، ولكن ما رسخ هذا الخلل ولم يتم معالجته هي الحكومات التي عاقبت الاحتلال أو تعاقبت على الاحتلال منذ عام 2003 وإلى هذه اللحظة. نجد أن هناك يعني وشاية المخبر السري تفوق القانون، أنه تسلط الأحزاب السياسية هو يفوق القانون، الأشخاص أو الشخوص السياسية هي فوق القانون، وبالتالي هذه الانتهاكات التي تقام أو تنتهك في العراق منذ عام 2003 إلى هذه اللحظة هي نتيجة طبيعية لما خلفته هذه العملية السياسية وما خلفته الطائفية وما خلفته الأحزاب ولنقل أيضا الميليشيات التي أيضا لها دور فاعل في هذه الانتهاكات. دور المخبر السري أو دعوة الكاظم هي متأخرة جدا، وكان يجب هي من يعني الساعات الأولى أنه منذ تسلمه السلطة، أو لأنه جاء لحل حالة الوضع، جاء لوجود انتهاكات، وبالتالي أنه يكون يعني هناك برنامج إصلاح لهذه المؤسسات، يكون هناك القانون فوق الجميع. ولكن إلى هذه اللحظة، ونحن وثقنا أيضا في العشرة أيام الأولى من تسلم الكاظمي لهذه السلطة، هناك أيضا خروقات كبيرة، منها وشاية المخبر السري، ومنها القتل خارج القانون، ومنها التعذيب، وقد يعني أطلقنا عدة مبادرات، أطلقنا عدة نداءات، أطلقنا الكثير من التقارير أنه تنبه الكاظمي وغير الكاظمي على أن هذه المؤسسات الأمنية هي تقوم بانتهاكات بشكل صارخ لحقوق الإنسان والقانون والدستور، ويجب أن تكون هناك يعني توعية، يجب أن تكون هناك لملمة لهذا الوضع الذي بات يعني خارج السيطرة. ولكن إلى الآن لا يزال المخبر السري، لا تزال التعذيب، لا تزال النساء في المخيمات والأطفال وغيرها من الانتهاكات التي نسمع بها، وما حدث في جبلة وغيرها، وحتى هذه الطفلة التي توفت. هناك الكثير من الإصلاحات يجب أن تقوم بها هذه الحكومات، ولها الأولوية من الانتخابات وغيرها، ولكن إلى الآن الحكومة عاجزة بفعل فاعل، أو أنها لا تستطيع أن تقدم هذه الخدمات التي هي يعني من واجب الدولة وواجب الحكومة أن تكون هناك يعني الجميع متساوون، لهم حقوقهم، لهم واجباتهم، توفير الرعاية، توفير الأمن، حماية الأشخاص الذين هم لا حول لهم ولا قوة. وبالتالي هذه التراكمات التي عقبت منذ عام 2003 إلى هذه اللحظة، الجميع يتحمل مسؤوليتها بلا استثناء.